برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، تقام في الفترة من الثالث إلى الثامن من شهر مارس فعاليات أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة الذي تحتضنه مملكة البحرين بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع تمكين صندوق العمل كشريك استراتيجي. تشمل فعالية أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة تنظيم 5 مؤتمرات و4 مسابقات ومشاركة أكثر من 30 متحدثا من البحرين والمنطقة. ومن المتوقع أن تستضيف فعاليات الأسبوع أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم. وللحديث حول فعالية أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة نستضيف على الهاتف وعلى الهواء مباشرة الآنسة فيفيان جمال مدير تنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية. آنسة فيفيان، بداية نرحب بك، ويعني ما هي الأهمية التي يعكسها قطاع المؤسسات الناشئة في الاقتصاد الوطني؟ طبعا شكرا لكم. بداية يعني حبيت أن أتقدم بأسماء آيات الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لرئيس ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية لرعايته الكريمة لأسبوع البحرين للمشاريع الناشئة. طبعا يدرك مجلس التنمية الاقتصادية أهمية الدور اللي تلعبه المؤسسات الناشئة في الاقتصاد، فهي تعزز من النمو وتسرع جهود التنويع الاقتصادي وتخلق فرص العمل في السوق المحلي. طبعا على ضوء ذلك المجلس مركز على هذا القطاع بهدف زيادة استقطاب الاستثمارات وخلق البيئة الحاضنة لريادة الأعمال. وطبعا نمى هذا القطاع تقريبا نسبة 50% على مدى ال3 سنوات الماضية، وطبعا هذه الشركات الآن تلعب دور فعال في الاقتصاد الوطني. نعم، إذن فيفيان بلا شك هناك فعاليات مصاحبة، ما هي هذه الفعاليات التي يشملها أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة وما الهدف من هذه الفعاليات؟ طبعا يعتبر أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة مبادرة مجتمعية تجمع الفعاليات المعنية بالشركات الناشئة في المنطقة بمشاركة عقول عالمية في مجال ريادة الأعمال. طبعا راح تشمل فعاليات الأسبوع على مؤتمر الخليج لألعاب الفيديو الإلكترونية يوم السبت 3 مارس بهدف دعم المشاريع الشبابية في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية. وأيضا راح يكون في أمسية مجلس رواد تاريخ 4 واللي راح يستضيف متحدثا لمناقشة تجربته والتحديات اللي واجهته عند تأسيس شركته. طبعا هي شركة أنغامي. طبعا يوم الأحد والأثنين تاريخ 4 و5 راح تكون في فعالية Accelerate Bootcamp للتعريف بخدمات حاضنات ومسرعات الأعمال للمشاريع الناشئة، وراح يلي مؤتمر أو منتدى Follow the Leaders لمناقشة كيفية تعزيز بيئة ريادة الأعمال. وأيضا راح يكون في مهرجان Unbound بحرين بتاريخ 7 و8، طبعا هو للابتكار، وهذا المهرجان راح يكون حدث مهم في المنطقة لبحث الاتجاهات والتطورات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي. وجزء من المهرجان راح يكون في استضافة مسابقتين للمؤسسات الناشئة راح يكون فيها يعني تبلغ قيمة مجموع الجوائز أكثر من 100,000 دولار أمريكي. نعم، طيب فيفيان، هل هناك مبادرات تدعم قطاع المشاريع الناشئة في البحرين؟ وإذا كانت هناك مبادرات، ما هي تلك المبادرات؟ طبعا يعتبر خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة وتطوير الأعمال مبادرة تتبناها الحكومة الرشيدة، حيث طبعا أنها تؤمن بإمكانيات الشركات الناشئة على تشجيع النمو وتسريع عملية التنوع الاقتصادي. طبعا يوفر الدعم المجتمعي والحكومي بيئة مثالية لمثل هذه المؤسسات. فوجود مؤسسة تمكين وهو شريك استراتيجي لأسبوع البحرين للمشاريع الناشئة عبر البرامج اللي قدمها، طبعا هذه تساهم بشكل كبير في دعم القطاع هذا القطاع المهم. وأيضا طبعا قامت البحرين بخلق بيئة داعمة لتركز على التكنولوجيا من خلال البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، وأيضا تدشين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وذلك لاختبار التقنيات الحديثة.
بالإضافة لذلك طبعا تم تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللي يجمع بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. طبعا هذه راح تكون الهدف منها خلق استراتيجية وطنية لتطوير السياسات والخطط لدعم ريادة الأعمال. نعم، إذن طبعا الآن نعم الآن فيفيان جمال مدير تنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.